خلال الفترة اللي فاتت يا أستاذ جمال بنتكلم عن تطوير التحكيم. نعم. الأزمات اللي حضراتكم شايفينها خلال اليومين ثلاثة أو الأسبوع اللي فات أو العشر أيام اللي فاتوا، هل هذا المناخ يساعد على تطوير التحكيم هو في ظل موجود. مناخ سيء جدا الحقيقة؟ شوف، هو موجود بوادر من أول ما جه كلاتنبرج أفضل من الأوضاع السابقة. أوكي. بلا شك. على الأقل يمكن كنت أنا بتكلم أنا وعبد الحكيم برضو قبل الهوا، على الأقل أنت ضامن ان هذا الرئيس اللجنه ده الاجنبي ده الانجليزي مش هيسمع لكل الناس، مش هيتزن عليه، بمعنى اخر مش هيبقى عنده احتواء، مش هيبقى عنده احتواء، مش هيبقى عنده بروتوكول الفار، لا ومش هيخاف قوي زيه. استاذ جمال قال كلمه واحنا بره كنا بنتكلم في القصه دي، قال لك زي الحكم الاجنبي اللي بيجي زي الحكم ماتش، ممكن عنده اخطاء بس مش اخطاء موجهه. انت بتبقى راضي كمان ان مقتنع، انت مقتنع ان هو غير مقصوده، وده في حد ذاته مهم جدا. افضل من ان انت تبقى حاسس انه موجه، دي نقطه خطيره جدا طبعا، انك تبقى حاسس ان الحكم او رئيس اللجنه راجل موجه وشغال ضدك. ماشي صح، حتى لو في اخطاء ممكن تتصلح، قد تاخذ بعض الوقت، لكن برضو احنا كل ما نتمناه ان الحكام نفسهم يغيروا على مهنتهم. يعني الحكم نفسه لازم يبقى عنده دوافع كده داخلية ان انا قاضي. يعني انت راجل قاضي بتخاف من ايه وبتجامل مين وبتعمل ايه؟ لما يبقى انت عندك حتى احساس ان انت مش هتبقى كويس اعمل زي القضاء، استشعر الحرج يا اخي. لو انت حاسس ان انت مش هتقدر قول لهم لا انا مش قادر، اعتذر للجنة، لكن ما تاخدش مباراة وبوظها لانك بتظلم فرق يعني. واخد بالك؟ حتى ما تحسب لناش ضربه جزاء في اخر، فاكر ضربه الجزاء؟ هي ضربه الجزاء بس لا ده هو مؤخرا الكابتن هاني سليمان حارس مرمى نادي سموحه مسك الكره 13 ثانيه ولم يتم احتساب شيء. ايوه، طب ما دي اخطاء اساسيه يعني ما ينفعش انها تعدي، صح ولا غلط؟ في اخطاء مخالفات 13 ثانيه، هم المفروض 6. ايوه، مخالفات واضحه اللي هي ما فيهاش وجهات نظر، يعني فيها قرار على طول. فطبعا الحاجات دي كلها مهمه، بس انا بشوف برضو انه الوضع الحالي افضل بكتير من انه الراجل ده يطفشوه فيجي حد بداله يرجع يرجع زمن الاحتواء تاني، يرجع هو ده اللي احنا بنقوله. يعني انا شايف ان وجهه نظري يمكن يكون في شويه الدنيا مش واضحه، لكن ممكن يكون الراجل بيرتب البيت. ليه ما نقولش مثلا كابتن احمد ابو العيل الراجل مش راضي عن ادائه فقال له السلام عليكم، يعني ممكن ناخدها في الحته دي. في اخطاء، في اخطاء طبعا، اللي عارف في الكواليس يعرف ان لا مش ده اللي حصل. اوكي بس في اخطاء، تمام، في اخطاء. ماتش الاخير ده، ماتش الاخير ده يعني انت بتبص الفريق بيقع الكره تطلع اوت تروح واقع، طب الحكم يروح حاسب لك 4 دقايق؟ ده انت لو حسبت الوقت ده الكره كانت واضحه، لو حسبت الدقايق اللي بيقع فيها اللعيبه ممكن توصل ل 12 13 دقيقه. سيبك حتى ان هاني سليمان الوقت الفعلي ما حسبش الوقت الفعلي صحيح، بس دي اخطاء يعني حكم نفسه بتاع المباراه. احنا نتمنى ان التجربه تنجح بغض النظر عن التفاصيل التانية، بغض النظر عن استقاله او حد يمشي او حد يروح، نتمنى ان يكون في دعم للتجربه انها تنجح.